مشاهدينا ومتابعينا في كل جديدة ومستمرة مع حضراتكم في التغطية من داخل مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية. حنين حمادة سماحة فتاة عمرها 17 سنة، زي ما والدتها قالت ان هي اختفت منذ 8 ايام، كانت راحة تجيب نتيجة نصف العام. زي ما قلنا لحضراتكم كانت حنين راحة تجيب شهادة نصف العام من المدرسة، اختفت في محيط الشارع بتاعهم، الكاميرات ما جابتهاش نهائي، مختفية منذ 8 ايام. معنا ومعاكم والدة حنين، هنعرف منها تفاصيل اكتر. عرفينا ايه اللي حصل وازاي بنت حضرتك اختفى. قرب المايك منك. حنين كانت راحة، نزلت الصبح الساعة 9:30 كده تجيب الشهادة بتاعتها بتاع نص السنة وتستلم وتيجي، فما عادش رجعت. نزلت ان انا احط رصيد واتصل بها، ما تليفوني اتقفل نهائي، ما عادش ردت. اتقفل بعد قد ايه تقريبا؟ يعني بعد ما نزلت بحوالي نص ساعة، ساعة كده يعني، مش كتير. اتقفل؟ اتقفل خالص. طب انت قلتي لي ان هي اختفت في محيط الشارع بتاعكم، ازاي؟ هي نزلت قدام البوابة هنا، جارنا شافها وقال لها صباح الخير يا حنين عاملة، قالت له كويسة يا عمو. وبعد كده المفروض ان هي لو كانت خرجت من على الترعة الكاميرات تجيبها، الكاميرات تجيبها، او خرجت من الشارع اللي ورا برضو الكاميرات تجيبها، لكن هي الكاميرات ما جابتهاش من على الترعة ولا من الشارع اللي ورا، يبقى خرجت من نصة الشارع دي، وده لان ده المكان اللي ما فيهوش كاميرا. هي اختفت تقريبا بقالها قد ايه؟ من يوم الثلاث. طب هل كان في مثلا مشاكل معاكي، مشاكل مع والدها، مشاكل خالص مع اي حد من خالص الاسره؟ خالص مفيش. انت قلت لي ان هي لسه مخطوبه قريب. اه. طب يعني اخد خطيبها عن حب؟ أيوة ولا ايوه وهي اللي خلتنا احنا ما كناش موافقين ان هي طب اخر كلام كان بينك وبينها كان ايه؟ كنا واقفين في البلكونه بالليل عادي، وهي واقفه كنت انا بكلم خالتها في التليفون وهي واقفه جنبي بس، وبعد كده دخلت اوضتها وانا دخلت، مفيش، عادي خالص، ما كانش في اي مشكله ولا خالص. اي حاجه او حد زعل؟ كملي معاكي. كانت عند خطيبها قضت معاه عيد ميلاده هناك، وهي واخوها وجايين مبسوطين وعادي مفيش اي حاجه. طب نرجع لوالدها ونتكلم معاه، عرفنا يعني ازاي انت عرفت خبر اختفاء بنتك وعملت ايه عشان تبحث عنها؟ والله يا استاذنا انا كنت وقتها كنت لسه رايح الشغل، في حوالي ماشي من حوالي من 7:00 لـ7:30، لو كانت هي نايمه وكنت انا كمان دخلت غطيتها كمان، يعني هي كانت نايمه وانا دخلت غطيتها، فطبعا كانت نايمه، فوالدتها رنت عليا تقريبا الساعه 10:10 وربع 10:30، قالت لي حنين خرجت وراحت تجيب الشهاده. قلت لها ده تعبانه ازاي تخرج لوحدها؟ او كمل معاك. قلت لها ان هي ازاي تمشي لوحدها؟ طب انا اروح المدرسه ابص عليها واجي. رحت المدرسه بالمكنه ابص عليها، ما لقيتهاش راحت المدرسه اصلا. ما راحتش المدرسه؟ ما راحتش المدرسه يعني أصلاً. ما وصلتش للمدرسه؟ ما وصلتش للمدرسه. طبعا عادي خدت الامور ان هي ممكن تكون خرجت مع واحده صاحبتها، ان هي مثلا راحوا مشوار مع بعض. طبعا الدور جدا العصر جدا وانا في شغلي، رجعت تاني البنت رجعت، ما رجعتش البنت، ازاي ما رجعتش لغايه دلوقتي؟ دخلنا على عشاء، قلقنا بقى، بدأنا ان احنا ندور عليها ونشوف بالك. في خلال التدوير دوت طبعا سألنا صحابها، سألنا قرايبنا، طب من اللي بتروح لها؟ طب صاحبتها فلانية رحنا لها بالك، واستمر الوضع على ما هو على كده بالك. ايه الاجراءات اللي خدتوها بعد اختفاء حنين؟ الاجراءات اللي احنا خدناها قعدنا حوالي عن 3 ايام بالك، او تقريبا 4 ايام ندور عليها، وبعد كده رحنا بالك رئيس المباحث مشكور، عمل الواجب معانا بصراحه وقام بالواجب وعمل اهتمامه بالك، ونزل معايا قوه ويدورنا وسالنا واستفسرنا، وهم بيبحثوا واحنا بنبحث لحد الان. دورتوا في الكاميرات المحيطه بيكم؟ اه دورنا في المواقف. الكاميرات المحيطه بينا دورنا، جبنا من الساعه 8 للساعه 11، قلنا نجيب من ما ظهرتش في ولا كاميرا؟ ما ظهرتش ولا في كاميرا في محيط البيت. طب محيط المواقف مثلا او كده؟ سالنا في المواقف والمستشفيات والكلام ده كله، سالنا فين؟ قال لك حتى على اشوفها فين؟ ما انا مش لاقي لها اي موضوع ولا اي حل. قال لك عايز اطمن عليها. يوم الثلاث من يوم الثلاث اللي فات، من يوم 13
يوم 13/2 يوم 13/2 اه وحتى الان جاري البحث عنها جاري البحث عليها ملك. طب حضرتك بتطالب بايه؟ كمل حضرتك بتقول حضرتك طالب ايه؟ انا بناشد بقى الناس المسؤولين معلش مع احترام لكل واحد ان كل واحد معلش دلوقتي يدور واي واحد اي حد يلاقيها في اي مكان او يعرف عنها اي حاجه ملك ان هو بس يعرفنا شكلها او يشوفها واحنا رافعين الصوره ملك واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم كل المسؤولين تما ملك والسيد رئيس المباحث هنا مشكورا برضه والناس الضباط معانا تمام وعايزين اي حد يوصلنا بس لاي ختله اي ختله ونعرف طريقها فين لان احنا تعبنا بصراحه والله يعني بقالنا 8 ايام النهارده لا بناكل ولا بنشرب ولا بننام ولا عارفين اصلا هي الوقت موجوده فين مش قادرين نفكر حقيقي والله بجد يعني احنا بنتكلم انا دلوقتي قاعد بتكلم ومش قادر بتكلم معاك ولا قادر اتكلم اقول اي حاجه فتعبنا بصراحه من كتر السؤالات انا يعني النهارده بقالي 8 ايام لا بنام ولا باكل ولا بشرب ولا عارف اصلا بتحرك ولا عارف اعمل اي حاجه انت شغلك واقف ودنيتك اتعطلت بسبب اختفاء بنتك انا كل حاجه اتعطلت عندي والدتي عندي والدتي الكبيره تحت يعني ربنا يكون في عونها ممكن تموت بسبب الخبر ده فاحنا عايزين من ناشد اي مسؤول ان وصلنا صوتنا ان احنا نوصل ونقدر ان احنا نجيب حنين باي طريقه لان انا طبعا مش معلش مش هقدر اتحرم من بنتي فعايز اي حد يوصلنا اي مسؤول ببنتي او نجري نسعى في الموضوع ده شويه لان اختفاء بنتي 8 ايام موضوع صعب مش موضوع سهل مش ان هي عند واحده صاحبتها مش ان هي احنا دورنا على كل عند كل اصحابها وكل قرايبنا وقرايبنا موجوده معانا ملك ويعني ما عدناش وجيراننا معانا ما عدناش عارفين نعمل ايه. طب نرجع لمامتها ونتكلم معاها اكتر حضرتك بتطلبي ايه دلوقتي يا امي؟ اشوف بنتي اشوف بنتي اخر حاجه كانت بينك وبينها او انت اتكلمتوا فيها او يعني انا عايز اوصل مثلا لو كان في اي زعل اي حاجه اي حاجه كلمتك فيها مفيش واقفين في البلكونه عادي الساعه 11 ونص بالليل وكلمت خالتها وهي واقفه جنبي وقلت لها يلا ادخلي في اوضه اخوك وادخلي ودخلنا عادي مفيش اي حاجه وزي ما قلت لحضرتك اي ما الصبح مكلمه خطيبها وجاب لها الهديه وجاء يعني وايما الصبح مصبح عليه وقال له صباح الفل وبتضحك وكل حاجه مفيش اي حاجه وقالت ان نيت انا هروح اجيب الشهاده افرح مره من نفسي ان انا اللي جايباها لان اصحابي بيقولوا ان انا جايبه مجموع هي كويس. كانت بتدرس منازل ما كانتش بتروح المدرسه لا ما بودهاش كانت بتدرس اولى وثانيه تجاره داخل البيت هنا راحت اولى شويه الاول وبعدين انا لما لقيت في مشاكل هناك في المدرسه لانها تجاره مشتركه قلت لها ما عطيش هتروحي وايام الامتحانات بقيت اروح معاها من الساعه 12 بنيجي 6 ونص او 5 ونص بروح معاها وباجي معاها بفضل قاعده معاها طول النهار ما بسيبهاش عشان برضو كان دراعها مكسور ما بسيبهاش لوحدها مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان افتح الصورة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان متابعي موقع وتلفزيون المصر اليوم قصة أسرة تعتصر ألما بعد اختفاء بنتهم حنين حمادة سماحة بنت مدينة شربين بمحافظة الدقهلية خرجت يوم الثلاث عشان تجيب الشهادة بتاعتها ولكن اختفت وما ظهرتش بعد كده من يوم الثلاث الماضي وحتى الآن والنهاردة بقالها 8 أيام خارج المنزل أسرتها كل طلباتهم ان هم يعرفوا بنتهم فين وحصل لها ايه وايه اللي جرى لها ويتمنوا ان هي ترجع لحضنهم تاني مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان متابعي موقع وتلفزيون المصر اليوم كان معاكم في التغطية من داخل مدينة شربين بمحافظة دقهلية محمد رمزي مونس بشكر